في خرجة ميدانية رفقة السلطات المحلية إلى قرية حاسي منير الحدودية والتي تبعد عن مقر الولاية ب 210 كيلومتر، وقفنا على العديد من المشاكل التي تعاني منها هذه القرية منذ زمن بعيد والتي صنفت من مناطق الظل بولاية تندوف. منطقة حدودية وتعاني من عدة مشاكل، من ضمن المشاكل اللي تعاني منها هذه القرية كما الطريق راك شفتها مكسرة، كما النقل الناس راها يعني راها تسوفري باش تلحق حتى للقرية. فيها عدة مشاكل تحس بهم هذه القرية ويحسوا بها مواطنين. أولا البطالة، نحن قلال جدا في هذه المنطقة. مشاكل كانت لها آذان صاغية، فحرص رئيس الجمهورية على التكفل بمناطق الظل كانت له استجابة من قبل والي ولاية تندوف الذي استمع وأعطى إشارة انطلاق بعض المشاريع الهامة، كما سجل باقي المشاكل للتكفل بها في المستقبل القريب. سوف نخصص مبالغ مالية إن شاء الله في عن قريب حتى نبدأ بالتهيئة في بعض الأماكن. كل هذه المنشآت والإنجازات رايح تعود بالفائدة لهذه المنطقة اللي تعتبر منطقة الظل، وإن شاء الله يعني في العمل نتاعنا في نهاية السنة يعني كل الشروط اللازمة تكون متوفرة حتى يعني هذا المواطن تاع حاسي منير يعيش في ظروف حسنة. قرى حدودية من جنوبنا الكبير عانت من قبل العزلة والتهميش وتعيش اليوم على غد أفضل بجزائر جديدة يعمها التقدم والازدهار.